السلام عليكم. اليوم حبينا نسوي معكم شغلة، يمكن شغلة حلوة، شغلة يمكن فني. انزين، عندي حصالة تقريبا صار لها عندي مدة حوالي سنة. انزين، انا حوصت اني اشتري حصالة اللي ما تبطل، يعني النوعية اللي مو اللي تحط فلوس فيها وتفتحها وكل ما تصرف منها البيزات ما تخلي منها شيء. لا والله، خذيت واحدة اللي شو اسمه اللي على قولتهم ما تبطل الا اذا كسرتها. هذه تخليك تجمع شوية، تجمع بيزات، لأن تدوم بعد الواحد دائما إذا مثلا شاف حصالة عطو بطلها وخذ البيزات. بس خلاص يعني حصالة حسيتها انتوسد، ما في مجال أحط فيها زيادة، فحبيت أفتحها. يعني أفتحها وعارف إيش كثر فيها صار مبلغ، وعلمي علمكم صراحة ما أدري كم حطيت فيها، ما أدري كم فيها لحد الآن. طبعا الطريقة اللي فتحت فيها شوي صعبة، قصصتها وما سويت قعدت أقصص فيها لما انت بطلت معاي، مو كلها بعد، نص منها، جزء منها. فيلا خلينا نشوف الحين تلقون كم فيها الحصالة هذه. طبعا إذا قلتوا كام، إذا قلتوا مبلغ صح لكم مبلغ، أنا مني عشانكم. بس طبعا ما أدري، حاولوا حاولوا. إنزين، مثل ما انتم شفتوها كاهي فتحناها اليوم. إنزين، لا مكتوب عليها بعد بنك، بعد مكتوب عليها بنك. يلا خلينا نشوف البنك عادي يسوى البنك ولا ما يسوى. هاي شوفوه، كان فتحناها. يلا تلقون كم المبلغ اللي فيها، تبون تشوفون المبلغ اللي فيها قدامكم؟ يلا let's see. ما شاء الله، حسيت ان انا الحين مع ما فتحتها كني فتحت كنز السندباد، فتحت كنز السندباد. تكون كرتون باباي سندباد وعلي بابا وش اسمه وياسمين او شذي. والله العظيم حسيت الحين وانا افتحها كني عندي كنز انا ما ادري عنه. شوفوا شوفوا المبلغ، شوفوا. طبعا انا حواصل ما احط قيميات، زين ما احط فيها غير الاميات، وما شاء الله انا ما هقيت ان انا عندي كل هالمبلغ هذا. شوفوا المبلغ ايش كبه، ما شاء الله. يلا يبا، اللي يقول المبلغ صح، اللي يقول كم عندي بالضبط. طبعا انا ما عديتهم بس ان شاء الله اعدهم، يعني ما ادري شو بعدهم. طبعا لحد الان يمكن اوديهم بنك زين عشان يحسبونهم كم، يعني ان شاء الله. بس اللي عدهم صح، اللي يقول ليهم كم فيه حصالة المبلغ عشانه. زين، ويلا حبيت معاكم بس شغلة حلوة ضريفة اشاركم، يعني اشارك معاكم تشوفونها وتضحكون شوية. انزين، لكن انا انصحكم يعني شوفوا الحصاله هذه، حصاله ما شو اسمه سعرها يمكن دينار او دناوين، لكن شو اسمه والله بعد وين دناوين، يمكن بعد او بعد دينار ونص دينار. لكن والله العظيم يعني هذه الحصاله ساعدتني ان انا اجمع مبلغ. انزين، يسوى مبلغ، يسوى على الاقل. مثلا اذا تسافون تقول مثلا والله حق عيادي، حق شيء معين بالكم، ترى فكرة حلوة انكم تحطون كل يوم 100 فلس، كل يوم 100 فلس مو اكثر. وبعدين ساعات مثلا مو محتاجين شيء قطوا فيها. انزين، والحصالة هذه شوفوا انا حتى هني لو تلاحظون، شوفوا كم ما محاول ابطلها، قاعد اطقطق فيها وكل ما ابطلها بس ما اقدر واخليها. انزين، عشان كذي جمعت المبلغ هذا. اوكي، فيلا دعوا عليكم ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، ومع السلامة.